الناس دي اللي بتعيش، الناس دي اللي بتعافر، الناس اللي بتقاوم، الناس اللي بتتحدى ظروفها. يعني هي ببساطة كده بعد وفاة زوجها، وانا اظن في قصة رضوى دي ان هي متوفي بقاله فترة، هي قامت بالدورين، ودي زي قصة كتير من الستات اللي لما ازواجهم بيموتوا بيقوموا بالدورين. بس ما احتويتش يا هند. ما هي دي بقى النقطة، هي لما بتقوم بالدورين بتنسى عاطفة الأمومة، بتتعامل بالشخصية اللي فيها خوف على أولادها، عايزة تحوط عليهم، مفيش بقى هنا أمان. ما هو لو نرجع بقى تاني نقول إيه الأسباب اللي ممكن تكون كونت أفكار وسواسية زي كده عند رضوى، وأفكار إن حواليها بيكرهوها، إن هي فقدت الأمان. يعني أنت رأيك إن هي عندها مرض الشك وفقدت الأمان؟ أيوة. تعالي بقى نشوف رأي الشارع المصري هيقول لنا إيه في قصة رضوى النهاردة. أوكي. رضوى محتاجة رعاية خاصة، وإن الأسرة تديها اهتمام أكتر في انشغال وقتها بقراية قصص، بطلعات، بأي أعمال يعني كده يسحبوها عن أي حاجة خالص. كانت الدكتورة نفسان دي بخليها للآخر، يعني بخليها آخر مرحلة للعلاج، إنما الإرشادات والمعلومات اللي نديها لها أقيم من الدكتورة. يعني مش عايزين نحسسها إن في حالة مرضية، يعني أنا يعني ما بحبش المريض إنه يحس إن هو في حالة مرضية، سواء جسدية أو نفسية، يتعايش مع الواقع وخلاص. والله أنصح رضوى بأنها تتحمل شوية وتصبر شوية، وإن شاء الله ربنا بيحل مشكلتها بأمر الله. مريضة نفسية مش طبيعية، بس يعني مفيش حد يعني أهله يعملوه كده، أكيد الحاجات دي من وحي خالها، حتى لو أمها يعني بتعملها وحش شوية، بس يعني الحاجات دي مستحيل يعني تعرض على دكتور. تطلب حد من اهلها يساعدها، تروح لدكتور تقول نفسي هو يساعدها، بدل كده هتنتحر. اختاركوا موبايلها يعني هيختاركوا عليه، يعني هياخدوا منه ايه؟ يعني اكيد الموضوع ده من وحي خاله برضه. واحده تقول على اختها عايزه تمحيني، يعني تعرف من امها كارها عيلتها كلها، ان هو مش بيتهيألها الكلام ده، والكلام ده حقيقي، ان اختها هي اللي قعدت تعالج كده. حاسه ان هي مش منطقيه، يعني في حاجه عندها نفسيه مش مظبوطه، لان يعني المشكله كلها بتقول لك ان الكل ضدها، يعني الاخت ضدها، وكمان مامتها المفروض ان هي تساند مامتها بتعبها، وان هي تشكرها، وان مامتها بتحاول تعمل في البيت وتشتغل في البيت وهي قرفانه، فده ما ينفعش. الام لو عملت ايه؟ هي امنا، اخت هي كل حاجه، يعني ما توصلش، ممكن يعني توصل، ممكن يعني ايه هي ديت، يعني نادرا لما بتحصل يبقى في ممكن غيره شويه، انما ده دي نادرا، انما تمحيني ديت طبعا لا. انصحها ان هي تشوف دكتور نفساني، يعني لان هي محتاجه فعلا دكتور نفساني، يعني مش الكل ضدها. والله قصه رضوى ممكن تشبه قصص كتير في حياتنا، ان هي طبعا قاعده مع والدتها المريضه واختها، فحصل نسبه غيره ما بينها وما بين اختها، ما تعرفش بقى بسبب ان امها مثلا بتفضلها عليها، او ان هي احلى منها، او في حاجات طبعا في البيت بيبقى بتحكم على طبيعه الرياكشن بتاعها تجاه اختها، وبرضه مرض والدتها برضه مسبب لها ممكن الله اعلم حاجه نفسيه برضه، هي يكون تعبتها او شك خلت سلوكها ما بينها وما بين اختها برضه يحسسها ان في فرق، ان هي بتغير منها، ومرض والدتها برضه اكيد ليه عامل ان هو اثر عليها في الموضوع دوت. فانا شايف ان رضوى ممكن تروح لدكتور نفساني تقعد معاه، مش شرط ان اي حد بيروح لدكتور نفساني ان هو بيبقى مريض، بالعكس. لا، رضوى تسيب البيت وتمشي دي حاجه ما ينفعش، لان كل واحد هيقابله مشكله في الحياه يسيب بيته ويمشي، يبقى احنا كده معلش كلنا هنسيب البيت ونمشي. اقول اخت رضوى ان انت طبعا لو هي حاسه بغيره من ناحيتك، انت تحاولي ان انت تحتويها وتقربي منها جامد، لان معلش احنا مالناش غير بعض كاخوات، وان انت برضو تبيني لها بطريقه كويسه ان مرض ماما اثر علينا نفسيا كلنا، وان احنا كلنا تعبانين، ان ماما تعبت طبعا، ودي حاجه بايد ربنا مش بايدينا، فنقرب من بعض شويه وان شاء الله مشاكلنا تتحل. شفتي يا هند رأي الشارع؟